مشاهدينا نبتدي مع حضراتكم بالتعليق على اهم الاخبار اللي اتنشرت عن النادي الاهلي وبالاخص عن فريق الكوره النهارده. الاخبار قالت ان بيختتم الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي استعدادات النهارده لمواجهه الداخليه بكره ان شاء الله في الجوله 23 من الدوري الممتاز. بيواصل المارد الاحمر الاستعداد للداخليه منذ الفوز على الانتاج الحربي في مباراته الاخيره في الدوري والسبت الماضي. الجهاز الفني منح اللعيبه المراهقين راحه سلبيه اول امبارح يوم واحد، ورجع الفريق امبارح للتدريبات ودارت تعليمات الخواجه الاسرت بالنزول بالحمل البدني لتلافي الارهاق والاصابات، خاصه ان الفريق بيلعب في جدول مضغوط جدا في المباريات. والمجموعه اللي شاركت فعلا في مباراه الانتاج الحربي ادت بعض التمارين الاستشفائيه، وعكف الخواجه على دراسه الداخليه بالفيديو خلال الفتره اللي فاتت منذ الفوز على الانتاج، وحرص لساتي على شرح بعض نقاط الفنيه لفريقه ومعالجه بعض الامور والاخطاء التكتيكيه اللي وقع فيها لعيبه الفريق مؤخرا. ومن الاخبار اللي حملت بشرى ساره للجهاز الفني رجوع الثلاثي الخطير احمد فتحي وصالح جمعه واحمد حمودي عشان ينتظموا في التدريبات الجماعيه اول امبارح وامبارح كمان بعد ما تعافوا من الاصابه. الثلاثي شارك في تدريبات الكوره بشكل تدريجي في الفتره الاخيره لحد ما منحهم الجهاز الطبي الضوء الاخضر عشان يقدروا يشاركوا امبارح في التمرين الجماعي بشكل كامل. وكمان من المنتظر ان يرجع الفهد المغربي وليد ازارو للمشاركه في التدريبات الجماعيه بعد مباراه الداخليه في الدوري.